الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فمن الأسباب المانعة من التوبة الخوف من لمز الناس. وضح ذلك. من الأسباب المانعة من التوبة ترك التوبة خوفا من لمز الناس. فمن الناس من تحدثه نفسه بالتوبة ولزوم الاستقامة، ولكنه يخشى لمز بعض الناس وعيبهم إياه ووصمهم له بالتشدد والوسوسة إلى غير ذلك مما يرمى به بعض من يستقيم على أمر الله، حيث يرميه بعض الجهلة بذلك فيقصر عن التوبة خوفا من اللمز والعيب. وهذا خطأ فادح، إذ كيف يقدم خوف الناس على خوف رب الناس؟ وكيف يؤثر الخلق على الحق؟ فالله أحق أن يخشاه. ثم إن ما يرمى به إذا هو تاب إنما هو ابتلاء وامتحان ليمتحن أصادق هو أم كاذب. فإذا صبر في بداية الأمر هان عليه ما يقال له، وإن حسنت توبته واستمر على الاستقامة أجله من يعيره وربما اقتدى به. أضف إلى ذلك أن الإنسان سيذهب إلى قبره وحيدا وسيحشر إلى ربه وحيدا، فماذا سينفعه فلان وفلان ممن يثبطونه؟ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.